على ارضيتي ميدان المرموم مع اول انطلاقات ختامي المرموم في هذا المساء في هذه الليلة التي خصصت لسن الحقائق. انطلق في هذه اللحظات مع شوطنا الثاني والعشرون. اتمنى التوفيق لكل الشعارات الحاضرة المنطلقة. تقدم مع هذه الجعدان الحقائق وتابع المركز الاول عباب على المركز الاول. لكن التغيير في هذه اللحظات من قبل سليل 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 سيب بن علي بن صالح بالحمد يتقدم على المركز الاول ويقدم سليل. المركز الثاني ثمين سالم بن دغاش بن محمد العامري القادم مع ثمين على المركز الثاني. والمركز الثالث هذا بن حمدان المنصوري راعي ثمين على ماضن وشعاره القادم من الجانب الاخر. يتقدم مع انطلاقتي وتحدياته انطلاقتي في هذه اللحظة. ناخذ المركز الثالث. نعم شعار جلاد طارش بن علي بمخيت المسافري القادم موج ومهير بن سالم الخميس الشامسي القادم على المركز الرابع. والمركز الخامس الفايز لصقر بن سالم بن حمدان بن جديد المنصوري يتقدم على المركز الخامس. سادس المراكز وتابع نتابع المركز السادس المتسلل سلاب خلب بن راشد النايلي شامسي وشعار بن حمودة مع الواضح حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. والقادم موج لعلي بن سالم الغيلاني القادم في هذه اللحظات والمتسلل مع هذه الأسماء المتقدمة. 2 كيلومتر منتصف 4 كيلومتر مسطي القادم مسطي مسيط هذا اللي وصل لخلف بن ساري بن بلوش المزروع يتقدم بالرقم 40 ينطلق في هذه اللحظات مسطي ينطلق ويتقدم. كذلك القادم على المركز العاشر المارد لأحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي قادم راعي هملول. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء لهذه الشعارات المنطلقة الحاضرة. لكن أعود إلى الصدارة إلى المركز الأول إلى المركز الأول إلى موج إلى موج على المركز الأول الغيلاني 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 على المركز الأول يتقدم في هذه اللحظات على الصدارة. علي بن سالم الغيلاني يقدم موج. سلاب خلب بن راشد النايلي شامسي على المركز الثاني. أير سلاب تقدم على المركز الأول. المركز الثالث ثمين سالم بن دغاش العامري. وكذلك المركز الرابع الرابع مزاحم لمحمد بن شطيط بن حمد الشامسي شعار احمد بن عبيد بن مبارك الكتبي قادم مع المارد بن حمودة يتقدم مع الواضح حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. الكيلو الاخير وغيث القادم حماد بن هيان بن حماد القادم بخرايط يتقدم العامري في هذه اللحظات مع الكيلومتر الأخير. تابع الأسماء الواصلة في هذه اللحظة غيث لسعيد بن راشد بن عبيد النيادي القادم. لكن أعود إلى الصدارة سلاب سلاب على المركز الأول. سلاب خلب بن راشد النايلي الشامسي يتقدم على المركز الأول. المركز الثاني القادم في هذه اللحظات يتقدم ليح لراشد بن عبد الله المتفيج الكتبي المتفيج القادم. والقادم كذلك القادم ناصي 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 زيد بن محسن بن ثلاب انجيل القادم انجيل. اللحظات الاخيره الامتار الاخيره وين الناموس روح راعي ناصي راعي ناصي زيد بن محسن بن علي بن ثلاب الانديلة يتقدم الانديلة ينطلق على المركز الاول على الصدارة مع ناصي. لكن القادم شعار خليفة بصغير من سالم الوهيبي الوهيبي
ربي وسلام سلام لهيبي سلام تهانينا والناموس على فوز الوزب المركز الاول المركز الثاني اللي وصل لناصي ناصي لزيد بن محسن انديله المركز الثالث المركز الثالث لغب لخلب الرايد نايل الشامس المركز الرابع اللي وصلنا مزاحم لمحمد بن شطيط بن حمد الشامسي والمركز الرابع الوصول على المركز الرابع من الوسمي لحمد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام نعود بالتهنئة إلى مالكي ومن قدم انطلاقتي وتحديات مشاهدينا متابعينا الكرام التوقيت 5:52 جزئين من الثانية الوز لخليفة بالصغير بن سالم لوهيبي المركز الثاني 5:52 وست أجزاء من الثانية شعار زيد بن محسن بن علي أنديلة مع ناصي على المركز الثاني المركز الثالث سلاب لخليفة بن راشد النايلي الشامسي توقيت الزمن 5:53 ثلاث أجزاء من الثانية تهانينا والناموس للجميع مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل هي